هذا اللي قلته. التصريحات دي استاذ جورج اتقالت من عمرها قد ايه؟ حوالي شهرين كده؟ لا بقى لها 5 شهور اول ما بدات الحرب. ودلوقتي موقفك ايه دلوقتي؟ نفس الموقف دلوقتي هو ولا اتغير الموقف مما يحدث في سوريا؟ لا ما لم يت... ليش بده يتغير موقفي؟ انا ما بغير موقفي. ليه بدي غير موقفي؟ انا ما حكيت ربما حد مثلا، هذا رأيي. ربما حد يقول لك والله شوف ممارسات مثلا الجيش السوري ضد المتظاهرين او وقوع قتلى او شيء من هذا القبيل. انا ضد ممارسات الجيش السوري مع المتظاهرين وضد السلاح ايضا في الثورات العربية القائمة، لانه استخدام السلاح في الثورات ينقلب ضد الثوار وينقلب ضد العمل السلمي في المظاهرات. أنا ضد هالأمر، ضد من الجانبين. أنا ضد إراقة الدماء من الجانبين، من الجانبين. بس أنا لما تكلمت بهالموضوع كنت عم أتكلم عن قناعة. أنا عم أتكلم عن أنه ما بدنا نهدم الهيكل على رؤوسنا جميعا، بالعكس أعطوا فرصة، ادخلوا اللعبة الديمقراطية، في قانون أحزاب جديد، في قانون انتخابات جديد، في قانون إعلام جديد، في لعبة ديمقراطية عم تركب يعني. والدكتور بشار الأسد يقود هذه المسيرة مش دفاعا عنه يا سيدي، أنا ما إلي علاقة. أنا قلت حتى في كلامي بالمحاضرة أنه مهما حكينا نحن لا نستطيع، حتى لو دافعنا عن نظام ما فينا نخلي النظام مكانه. يعني أنتوا في مصر قديش في ناس دافعوا عن النظام قبل سقوطه وسقط النظام. يعني نحن معشر الإعلاميين كلامنا لا بيأخر ولا بيقدم. بس هل انت بتحترم وجهة النظر الاخرى طبعا اللي ممكن تقولك والله احنا عايزين تداول سلطة وعايزين طبعًا نشوف ناس جداد طبعا، وما ينفعش ان احنا نصطدم بمعادلة طبعًا بمعادلة طرفها يا اما الحاكم ده يا اما برضو هو يعني لازم يكون في بديل. على راسي انا بحترم وجهة النظر، مش هي دي الديمقراطية؟ طبعا انا بحترمها. يعني اذا بطلب من الاخر ان يحترم وجهة نظري، ليش انا كيف أقبل أنه أنا ما أحترم وجهة نظره؟ بالعكس أنا أحترم وجهة نظر الآخرين، وأحترم مثل ما تفضلت وقلت وجهة النظر القائلة بتداول السلطة. تداول السلطة طبعا. بس 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 يعني في منطق كمان. أنت كيف بدك تعمل تداول السلطة؟ يعني وكم حيكلف؟ لأنه أنا كمان عيني وقلبي على الناس، على الناس، على المواطنين العزل. والمشكلة انك انت كيف هتعمل؟ انك انت شخصية، وانا اذا الى اليوم يعني الى اليوم انا ما شفت، خليني اقول لك شغلي. انا اذا اليوم الى اليوم ما شفت بعد مظاهرات مليونية في الشوارع، عم عرفت كيف؟ يعني انه كيف بدك تغير؟ زي ما حصل في مصر مثلا، زي ما حصل في مصر. تمام. فيعني مش شايف ان في زخم شديد للمد الثوري في سوريا. انا شايف انه الراي العام يعني في ناس عايزه وفي ناس معارضه. الراي طبعا الراي العام في سوريا منقسم، في ناس طبعا مع الرئيس بشار الاسد ويمكن يكونوا كتار، وفي ناس طبعا ضد. بس انا بحترم وجهتين نظر، وانا ماني فريق، ماني طرف لا مع هو ولا مع هو. تمام. انا اعطيت وجهه نظري انطلاقا من انتمائي العربي، لانه انا خايف على دور سوريا، دور سوريا الاقليمي، وهذا اللي كثير ناس حكيوه من اساتذه الجامعات في العالم العربي، من المفكرين، من الاعلامي استاذ جورج، وحضرتك استاذ في الاعلام، هل المفروض ان هو يلتزم الحياد ولا يبقى له مواقف سياسيه مؤيده لاطراف سياسيه وضد اطراف سياسيه اخرى؟ انا بعتقد الاعلامي مثل اي مواطن له حق ان يبدي رايه. اللي ما بيعجبه رايه هو مجرد رأي، يعني ما بيواجهه بعنف لأنه أبدى رأيه، لأنه الآخر عندما يطالب بالحرية والديمقراطية، وهذا عتبي على الناس اللي هاجموني، أنه يا أخي أنتوا عم تطالبوا بالتغيير وبالحرية وبحرية الرأي، طيب ما تسع صدركم لأنه أعطيت رأي أنا؟ يمكن رأيي ما يعجبكم، أوكي ارموه، ما تاخدوا فيه، بس أنه ما بتقبلوا رأي الآخر ليه؟ طب شو هي الديمقراطية اللي عم تطالبوا فيها انتم؟ الديمقراطية ثقافة ربما احنا لسه، بس لازم نعرف ثقافة الديمقراطية على حقيقتها، لسه مش نشوه الديمقراطية، محتاجين نمارسها الاول عشان نفهمها يعني، وبعدين مش نركب الديمقراطية مثل ما احنا عاوزين، لا. يعني شو بنكون عملنا؟ بنكون استبدلنا نظام ديمقراطي ديكتاتوري او الى اخره بنظام اخر لا يقبل الديمقراطية. تمام. ولا يقبل حرية الرأي. تمام. رأيك ده
تسبب. بعدين سألتني سؤال انه انا يا اخي مع الفنان والاعلامي ويعطي رأيه ورأيه مؤثر ايضا، ليش لا؟ نحن نعتبر نفسنا ناس طبقة مثقفة عندنا رأينا في المجتمع وواجبنا انه نعطي رأينا. ايه اللي بيمنع نعطي رأينا؟ ليه ما بنعطي رأينا؟ اللي بيمنع ان في بعض الاعلاميين بيخرجوا عن الاطار ويتحول برامجهم الى اجندات. بيكونوا عم يعملوا هني اللي عم يعملوا برامج. انا لم اسال لاني كنت عم اقدم برنامج. انا سئلت لانه اعتبروا انه انا رجل معروف، شخصيه عامه، الناس بيحبوني، بيسمعوا، خليني يفهموا وجهه نظري. اعطيتها بكل تجرد وبكل حياديه، بكل موضوعية. بكل موضوعية. بكرة إذا نجحت الثورة في تغيير النظام بسوريا، يعني هيكون موقفك إيه؟ هيكون موقفي إنه هكذا أراد الشعب يعني. وإذا بقي النظام هكذا أراد الشعب أيضا. يعني ما بتنزعجش ولا من دي ولا من دي. ما أنا مش طرف. أنت مش طرف. أنا مش طرف. أنت بتقول أنا بس رأيي. عربت عن مخاوفي على مستقبل سوريا. أنا لا أريد أن يدمر الهيكل على رؤوس الجميع وأن تفكك سوريا وأن تفتت وتصبح دويلات أو تدخل في عصر من العرقنة أو في حالة من العرقنة، يصير فيها زي العراق وأسوأ. من يعني الخلافات المذهبية والطائفية. وتدخل في حرب أهلية. نحن يا اخي اولاد يعني ابناء بلاد الشام. يعني زي ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها. اهل بلاد الشام يدرون شعاب، يعرفوا بشعابها اكثر من غيرهم يعني. مع احترامي للي هاجموني في السعوديه. تمام. بقى نحن اذا دخلوا في حرب اهليه في سوريا وفي حرب مذهبيه وطائفيه لا تنتهي بسنه وباثنين وبثلاثه وبعشره، ولن تكون الكلفه 1000 و2000 قتيل يعني. هتكون اكتر بكتير يعني. تصور انه الحرب في لبنان كلفتنا 400,000 قتيل ما عدا المعاقين والمهجرين والناس اللي خربت بيوتهم وهربوا وهاجروا. هيدا لبنان اللي عدد سكانه 5 ملايين. تجربة مريرة. طيب انت اذا تحكي ب 23 مليون لما بيدخلوا في حرب اهلية شو بيصير فيهم؟ لا سمح الله. وانا يعني ان شاء الله ما توصل ابدا لهون، وان شاء الله انا تكون مخاوفي كلها مش بمكانها، ولا يصيب سوريا او اي بلد عربي اي سوء. طب علاقتك ايه بقت بعد الموقف ده وبعد وقف البرنامج؟ انت تستاهل يعني. هل انت منتظر لما يبقى في قرار اخر برجوع البرنامج؟ هل انت حر النهارده تقدر تشتغل في اي محطه تانية؟ هل انت ملتزم بتعاقد مع الام بي سي؟ يعني جورج قرداحي لو صح التعبير، الى اين؟ علامه استفهام. ماشي الى اين. انا بعد اجتماعي مع رئيس مجلس اداره الشيخ وليد الابراهيم يعني فهمت منه الجو. يعني عرفت السبب اللي انا ما بدي اقول ليش، بس عرفت السبب الحقيقي اللي خليه ياخذ هذا القرار بتاجيل البرنامج. اللي قالوا ايقافه مرحليا. ايقافه مرحليا يعني عباري يعني. بس انا عقدي مستمر مع الام بي سي، ومن جهتي انا لن اتخذ اي موقف يتنافى مع وفائي لمحطة الام بي سي وعلاقتي القوية والمتينة والعميقة مع الام بي سي. بعدين القرار يبقى مع الام بي سي، هي بتقرر متى ستعرض هذا البرنامج ومتى لا تريد عرض هذا البرنامج. بس نحن البرنامج كنا سجلنا منه بعض الحلقات بعض الحلقات. انما هو انا سؤالي حتى ربما كزميل مهنة، واكيد في ناس كتير عايزة تعرف يعني، لو جورج قرداحي النهاردة وانا شخصيا لا اتمنى ذلك، انما لو هو تلقى عرض من محطة فضائية اخرى، مش عايز اقول اي محطة لان المحطات كتير ما شاء الله اليومين دول، يعني هل انت في كراجل محترف يعني تقبل العروض، ولا انت لسه متمسك بموقعك في محطة ام بي سي؟ والله انا اخذ قراري اني متمسك في الام بي سي. عرفت كيف يعني؟ لما فهمت السبب بالاول كنت انزعجت بيني وبينك وزعلت، وقلت انه كان مفروض المحطة هي تاخذ موقف معي يعني. عادة المحطة تقف مع العناصر، خاصة العناصر اللي بتكون جاهدت وكافحت واشتركت في نجاح امر ما في المنظومة كلها. بس لما عرفت الحقيقة لا قررت انه لن اتخذ اي مبادرة من جانبي. ويعني وانا مرتبط بعقد مع الام بي سي، لا يخولني العمل في اي محطة اخرى. ما هذه بكل بساطة.
فانت مرتبط بتعاقد. انا متعاقد معه في وما زال العقد قائم. عقد قائم نعم. يعني على 3 سنوات العقد هو. على 3 سنوات. تمام. كلام جميل جدا. ايه بس لمجرد استضاح الموضوع وعايز ارجع لكلام كتير عشان عندك شي عرض ايه؟ عندي هل عندك لو شي عندك عرضين؟ لا يا عم انا مبسوط قوي. اوعى حد يفتكر حاجة احنا بنهزر. انا مبسوط هنا يا عم. انت عارف ابراهيم سعفان الله يرحمه لما قال لك انا مبسوط كده. أيوة. انا مرتاح كده. أيوة. فهي ايه انا مبسوط كده. ان شاء الله ان شاء الله دايما تكون مبسوط حبيبي. شكرا. ان شاء الله دايما نجاح والتوفيق. الله يخليك. هستأذنك ناخد فاصل اعلاني ونرجع نكمل هذا الحوار الممتع مع الاعلامي الكبير الاستاذ جورج قرداحي والسؤال بعد الفاصل كيف تابع جورج قرداحي الثورة المصرية في يناير 2011؟ ازاي شاف الرئيس السابق ورموز النظام السياسي الذي انهار بعد الثورة في قفص الاتهام؟ خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حتة. برحب مرة تانية بالأستاذ جورج قرداحي في مصر الجديدة. منور والله يا أستاذ جورج. والله أنتم منورين ومصر منورة إن شاء الله. والله تسلم حبيبي. شكرا. عايز أقول لك إنك من شوية قلت لي ربما الجانب الخفي في التصريحات اللي هي نقلت على لسانك فيما يتعلق بالوضع في سوريا. عايز أعرف بقى، لأن حضرتك أول مرة تيجي مصر بعد ثورة 25 يناير، انت في يناير كنت فين وتابعت الاحداث ازاي؟ كنت تابعها عبر الفضائيات. عبر الفضائيات. العالم طبعا. عبر الفضائيات طبعا. كنا عم نتابعها ولحظة بلحظة، وكنا عم نشوف اللي عم بيحصل بميدان التحرير، وكلنا كنا ناطرين قرار التنحي وتأخر وما تأخر 18 يوم اصله طبعا. كان طبعا طبعا طبعا. بس والله مثل ما قلت في البداية، يعني كنت من اول المصفقين لنجاح الثورة. وعند صدور بيان التنحي يعني عن اللواء عمر سليمان. يا سيدي، اللي حصل في مصر هو زلزال. زلزال حقيقي. يعني ما مين كان يتصور انه هذا الرئيس اللي كان موجود في الصورة، موجود على رأس الهرم منذ 30 سنة او اكثر شوي، يعني ان ينهار بهذا الشكل. هو عزم الشباب المصري، عزم أو إرادة الشباب المصري وتضحياتهم هي اللي خلت هذا التمثال العظيم أن ينهار، أن يسقط. بقى فسقط، ويعني فتحت صفحة جديدة في تاريخ مصر. تمام. أنا أتمنى أن تكون صفحة مضيئة. أتمنى أنه يعني أن يتاح لمصر أن تدخل عالم الديمقراطيات الحقيقية كما يعيشها الغرب. لأنه هذه فرصة لمصر. وهون بدي أقول لك شغلي أستاذ معتز، أنه هذه فرصة للمجلس العسكري وعلى رأسه المشير حسين طنطاوي. يعني عندهم مسؤولية تاريخية، كيف ينتقلون بمصر من طبعا النظام السابق ومن الحالة الراهنة التي تعيشها مصر. وبعرف أنه هنالك بعض التململ عند المواطنين المصريين من التباطؤ وما يجري. عندهم مسؤولية تاريخية، المجلس العسكري والمشير طنطاوي، أن ينتقلوا من هذا الوضع إلى مصر الجديدة. أنت عم تحكي عن مصر الجديدة. صحيح. إلى مصر الجديدة اللي أتمناها دولة ديمقراطية تحفظ حقوق الجميع، حقوق الأقباط، حقوق الأقليات، حقوق الأحزاب، حقوق كل المواطنين وحقوق الإنسان. يعني تكون نموذج ديمقراطي في هذا في هذه المنطقة. وأعتقد أنه هذه فرصة تاريخية أمام المجلس العسكري أن يحقق وأن يهدي ذلك إلى الشعب المصري.